النسر الذهبي سوخوي 47، طائرة ذات تصميم غريب وعجيب ظهرت لأول مرة في سبتمبر من عام 1997. أجنحتها المرتدة عكسياً منحتها قدرة فائقة على المناورة في السرعات المنخفضة أو العالية، وقدرة كبيرة على الإقلاع والهبوط من المدارج القصيرة. تعمل بمحرك من نوع ساتورن EL31 يدفعها بسرعة قصوى تصل ل 1.6 ماخ بمدى طيران يصل إلى 3300 كيلومتر على ارتفاع 18 كيلومتراً. يبلغ طول الطائرة 22.6 متر، وباع أجنحتها 16.7 متر، ووزنها بكامل حمولتها يصل إلى 25 طناً منهم 8000 كيلوغرام من الأسلحة.